أصدر الستار مساء يوم الاثنين 10 ماي 2021 بالملعب الجماعي الرازي بمدينة برشيد على دور الأحياء الرمضاني لكرة القدم المنظم من طرف جمعية نادي أسود شوية برشيد لكرة القدم المصغرة بشراكة مع المجلس الجماعي لبرشيد، وذلك بإجراء مقابلة النهاية بين فريق دربي هوديك وسبورتينغ برشيد، والتي انتهت بتتويج فريق دربي هوديك. وبعد نهاية المقابلة ترأس رئيس المجلس الجماعي لبرشيد حفل التتويج وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالدوري لكرة القدم المصغرة الخاصة بفرق الأحياء. حضره إلى جانب الرئيس نائبه الثالث السيد عبد الغني شاكر وكاتب المجلس السيد عبد الإله النجمي ورئيس اللجنة الثقافية والرياضية للمجلس بالنيابة السيد المهدي ثابت والمستشار الجماعي السيد سعيد الدهبك وعدد من الفعاليات الرياضية. احنا اليوم فخورين جدا بهذا الشباب ما قدموه في هذا الدوري من يعني كانوا في مستوى عالي، وهذا هو ما نطمح اليه، ما لان العقل السليم في الجسم سليم. خصنا وليداتنا يكونوا يعني في الرياضه وفي الثقافه مستوى عالي، وبغيناهم يكون وليداتنا الشباب ديال برشيد يكونوا قدوه للمدن لا في الرياضه ولا في الثقافه، وهذا ما نصبوا اليه تحت القياده الرشيده لصاحب الجلاله. اشكر واهني الفرق الفائزه بهذا الدوري على التتويج ديالهم بالدوري الرمضاني المنظم من طرف نادي اسود الشاويه بشراكه مع المجلس البلدي، وكذلك اشكر كل من ساهم من بعيد وقريب لانجاح هذا الدوري الذي كان ناجحا وبامتياز وبشهاده الجميع. كما اشكر كل من اللجنه التنظيميه الذين سهروا على انجاح هذا الدوري، كل من سي عمر عدلان وسي طارق بالسلطانه وسي مروان بقسيم، واشكر جميع اعضاء نادي اسود الشاويه، وكذلك اشكر المجلس الجماعي لمدينه برشيد على رأسهم السي عبد الرحيم الكاميلي على صهره وتتبعه منذ انطلاقة هذا الدوري إلى نهايته، وكل أعضاء المجلس الجماعي. وفي الأخير أجدد شكري لرئيس المجلس الجماعي مدينة برشيد وكذلك عامل إقليم برشيد وباشا المدينة، وأشكر رجال الأمن والسلطات الأمنية. واختتم الحفل بصور تذكارية للمتوجين والفرق الفائزة مع رئيس المجلس تقديرا لهم وتشجيعا لهم للريادة وخلق الفرجة وجعل الجمهور والحضور الكريم يستمتع بهذا الدوري الرمضاني الناجح خلال شهر رمضان.